أهلا بكم مشاهدينا الكرام في المركز المسيحي للإعلام. يعتبر خريجو المدارس المسيحية في الأرض المقدسة رأس الحربة في تحقيق النهضة الفكرية العربية في الأرض المقدسة. تحديات عديدة تواجهها المدارس المسيحية في الأرض المقدسة: تربوية، اقتصادية، البقاء في القمة، تعزيز الإيمان المسيحي في عهد العلمنة وغيرها. يسعدني أن أستضيف الأمين العام للمدارس المسيحية في إسرائيل الأب عبد المسيح فهيم. أهلا وسهلا بك أبونا. أهلا بك، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. أبونا، بداية، ما هي تحديات العام الدراسي الجديد في مدارس تراسانتا، وهل هناك مشاريع جديدة وبرامج جديدة؟ أولا لما بنتكلم على المدرسة بنتكلم على العملية التربوية اللي بتتم هناك، اللي محورها هو الطالب، محورها هو الطفل أو الشاب، واللي فيها عناصر مختلفة بتساعد فيها: البيت، إدارة مدرسة جيدة، المعلم المهيئ، وأيضا المؤسسات التي تهتم بالشؤون التربوية والتعليمية. ثانيا مهم نعرف مبدأ أساسي، إن اللي بيهم مدارسنا بالذات أولا التربية ثم التعليم، بيهمنا الاثنين ولكن بالذات التربية، لأن التربية هي أساس المستقبل. التربية هي تدخل في كل شيء، في علاقة الإنسان مع البيت، مع العائلة، مع المجتمع. التربية بتدخل حتى في ترتيب الإنسان لذاته والفكرة. فعشان هيك التربية هي بالنسبة لنا مهمة جدا، ونحن بناخد بدرجة عالية أهمية التربية في حياة الإنسان. لذلك احنا بنحاول بكل الطرق ان احنا نسعى ان احنا نبني خطة تربوية تساعد التلميذ على ان هو يحقق ذاته، يعرف نفسه، يعرف بيئته، ويعرف وين عايز يوصل، ويعرف ان المستقبل هو بين ايديه، مستقبل المجتمع هو بين ايديه. ففي تحديات كتيرة ممكن تقابلنا، لان الانسان بيتطور، الانسان بيتطور، واحنا بنعرف واحدة من الاشياء الاساسية هي التكنولوجيا الحديثة. التكنولوجيا الحديثة اخذت كتير جدا من فكر الانسان ومن حياته اليومية ومن علاقاته مع الاخرين. نحن مش عاوزين نكون نقف ضد التكنولوجيا، لا، ولكن احنا عاوزين نطوع التكنولوجيا في خدمة المدرسة، في خدمة التربية، وفي خدمة التعليم. عاوزين نعرف الاستعمال الصحيح للتكنولوجيا الموجودة، اللي هي مرات كتيرة هي عائق، نطوعها في نجاح الإنسان وفي تطوره. المعلم هو جزء أساسي موجود في المدرسة. تطوير المعلم هو من تطوير العملية التعليمية. تطور التعليم مهم جدا، بيقوم على أساس معلم منفتح، مستعد يطور من ذاته، يطور من معرفته، يطور من علاقاته. فهذه كمان واحدة من التحديات الموجودة في مجتمعنا. التعامل مع المجتمع في أشياء كتيرة ممكن تشوبه. يعني نحن بنسمع هاليومين عن العنف المتفشي والموجود في المجتمع بكل أطيافه. طب احنا كمان عنصر في هذا المجتمع، كيف نتعامل مع العنف؟ كيف نستعد لمواجهة هذه الآفة؟ وأشياء كتيرة موجودة في المجتمع احنا لازم نعاينها، ولازم نحاول ان احنا نتغلب عليها. المدرسة مش مجرد تلقين لمعلومات، ولكن هي مساعدة الطالب علشان يكتشف العالم اللي خلقه ربنا والإنسان اللي خلقه ربنا، يقدر يشوف ربنا في كل إشي موجود حواليه حتى يقدر يعمل الخير. مدارس المسيحية بتقوم أساسا على القيم المسيحية والقيم الأخلاقية
وعاداتنا العربية الاجتماعية، هذه مهمة جدا ان نربي اولادنا على هذه القيم، قيم المحبة، التآخي، التسامح، التعددية، احترام الآخر، احترام الغير. هذه كلها قيم واشياء كثيرة لازم ان احنا نحافظ عليها، لان دي هدف من اهدافنا. كمدارس فرنسيسكانية كمان نحن عندنا، وكل مؤسسة رهبانية بتعمل على وضع الروح المبنية على أساسها المدرسة. احنا مثلا كمدارس فرنسيسكانية نسعى نحو مساعدة الفقير، نحو مساعدة الإنسان، هي مدارس تعتبر شعبية، حب الطبيعة، حب البيئة، زي كمان منشور البابا اللي هو نشره مؤخرا كن مسبحا، اللي هو الحفاظ على البيئة والتعامل مع البيئة بطريقة جيدة. احنا بنحاول من خلال المدرسة نشر كل هذه الأشياء. فالمدرسة تقابل تحديات مستمرة وكثيرة، لم أذكر منها أي تحديات اقتصادية، ولكن أنا بيهمني بناء الإنسان كإنسان وبناء التلميذ كتلميذ. أبونا الخريجين في المدارس المسيحية يعتبرون رأس الحربة في تحقيق النهضة العلمية العربية في الأرض المقدسة، إلى ما تعزو ذلك؟ إحصائيا صحيح، المدارس والوزارة والمؤسسات الرسمية تعترف بأهمية هذه المدرسة، وإن لولا وجودها كان انخفضت نسبة التعليم في البلاد، وارتفاع النسبة في كتير من المناطق هو لوجود المدارس المسيحية هناك، وهذه إحصائيات رسمية أعلنتها الوزارة. هذا بيعتمد بالأساس على أهمية المدرسة ليش قامت أساسا. إحنا عندنا أهداف مبدئية من البداية زي ما ذكرت قبل كده، القيم اللي بدنا نزرعها. فالمدارس تأسست من البداية على أساس زرع هذه القيم الحميدة، وطبعا هذه بتجذب الآخرين، بتجذب التانيين، بتجذب كل الناس أن تنضم لمدارسنا، وبتجذب كمان الأهل للتعاون، وبتجذب كمان المؤسسات الأخرى للتعاون، وبتخلي التلميذ بالفعل يفكر في مستقبله وفي مجتمعه. وبالتالي هذا التركيز بيساعد على ان الطالب يتألق في دراسته. البيت عنصر مهم، المدرسة وإدارتها الحكيمة عنصر مهم، المعلم عنصر مهم، وهذا كله بيتم اختياره من قبل كل مدرسة، وهذا مهم جدا. يعني حتى البيت نفسه طريقة التعاون معاه مهمة جدا بينهم وبين المدرسة، حتى نبني طالب كويس ومستقبل كويس للمجتمع. كيف ترى الدعم الحكومي للمدارس المسيحية؟ هل هو كاف؟ طبعا أنا ما بتكلمش بس على الكفاية، ولكن أنا بتكلم على حق كل مدرسة خاصة بتربي أبناء البلد في هذا الدعم، فهو حق من حقوقه. بتكلم على هذا الحق اللي في مدارسنا لابد أن يصل إلى 75% من المخصصات الموجودة لأي طالب في البلاد. بالواقع نحن ما بنحصلش على 75%، وفي من 6-7 سنوات وصلنا ل 29% فقط من المخصصات، في حين ان احنا كنا لازم نحصل على 75%. بعد مفاوضات كتيرة بيننا وبين وزارة المعارف وصلنا لغاية 34%، وصلنا ان احنا ناخد بعض المخصصات الاخرى او معونات لمرة واحدة او بعض الفرص لاستكمالات المعلمين او لدروس للطلاب او لنشاطات مختلفة، ولكن حتى الان لم نحصل على كل المخصصات اللي لازم تحصل عليها مدارسنا حتى الان. وفي لجنة لغاية دلوقتي بتمارس او بتكمل مع الوزارة المفاوضات حتى نقدر نحصل على كل المبالغ.
مرات كتير بيقول لك لا انتوا بتحصلوا على 75% بس انتوا ما مش داخلين في برنامج افق جديد، افق حداش بيسموه بالعبراني. طيب انا ما باخدش الافق حداش، طيب انا مختلف عن التانيين، انا صرت في نظام مختلف، وبالتالي لو انا قارنت المخصصات اللي باخدها بتكون 34%، وهذا موجود في الاحصائيات الرسمية في الكنيست، في الاحصائيات الرسمية في الوزارة. نحن بنسعى ان احنا نكمل المدارس الحمد لله، وبدعم من الاهالي وبدعم من الناس بنحاول ان احنا نكمل الرسالة بتاعتنا. احنا مش هدفنا المصاري، وحكيت قبل كده اكتر من مرة مدارسنا هي قديمة ولها اهداف واضحة، ولن يثنينا عن اهدافنا اي عائق كان، حتى ولو عائق اقتصادي. مرت البلاد بأزمات كثيرة خلال السنوات الماضية، خلال سنين كثيرة، خلال حكومات كثيرة مرت بأزمات، تخطينا كل الأزمات وما زلنا مستمرين في رسالتنا. مدارسنا هي رسالة، وهي رسالة مهمة نريد أن نقوم بها على أكمل وجه. سوف نتخطى هذه الصعاب وسوف نصل إلى أهدافنا، حتى ولو هناك بعض العوائق الاقتصادية والمخصصات التي لم نستلمها بعد إن شاء الله. أبونا، فيما يخص انتشار المسيحية، تركز دروس التاريخ على فترة الفساد في القرون الوسطى في الكنيسة والحروب الصليبية، بينما هناك جوانب مضيئة عديدة في المسيحية يتم تجاهلها. ما رأيك بذلك؟ وهل هناك مبادرات لتغيير هذا الواقع؟ تطورت العلوم وأصبحت تتوسع في الفروع في كل علم. في التاريخ للأسف الشديد ندرس جوانب معينة للتاريخ ولا ندرس ما فيه الكفاية بالنسبة للبعض الآخر زي التاريخ المسيحي. ما عندناش حد بيتكلم في أي كتاب عن التاريخ المسيحي، بنتكلم عن ثلاث فترات: 700 سنة الأولانيين وهو قبل ظهور الإسلام، بنتكلم عن الجاهلية، نحن جزء من الجاهلية، ولم يتكلم ولا مرة واحدة عن المسيحيين، مع أن المسيحيين لهم وجود ومساهمات في هذه الفترة. بنكلموا على العصور الوسطى وفساد الكنيسة ويستفيدوا فيها كمان، بيتكلموا على الصليبيين والحملات الصليبية كاستعمار. هل هو هذا التاريخ المسيحي؟ وعرضت المشكلة على وزارة المعارف، وبالفعل كان لنا اجتماع مثمر، ووافقت وزارة المعارف على أن نكتب تاريخ المسيحي وندرس في مدارسنا، وتعتمد الوزارة كجزء من الامتحان الأخير البجروت يدرس في مدارسنا اختياريا. وبالفعل أقمنا لجنة للعمل في هذا الموضوع حتى نستطيع أن نتم كتاب تاريخ يدرس في المدارس ويكون قائم على 5 وحدات نتكلم فيه عن التاريخ في انتشار المسيحية، وكيف انتشرت البطركيات، وكيف كانت الكنيسة في العصور الوسطى في العصور الحديثة، ومساهمات الكنيسة إلى الآن في النشاطات الاجتماعية. لنا تاريخ عريق نعتز به ونريد أن نعلنه للجميع حتى يفهمنا الآخرين ونفهم الآخرين بطريقة أفضل. هل هذا الإشكال موجود برضو في الدول المسيحية الأوروبية مثلا؟ لا، مش بالطريقة دي، لأن نحن هنا بنعتبر زي أقلية ونعامل كأقلية، ولذلك الأقلية ما بيذكروش تاريخهم زي ما يجب، لكن هناك بيعاملوا كأغلبية. ربما بيقصروا في دور الكنيسة في الغرب حاليا علشان ما يحرجوش أي حد أو أي طالب موجود مش مسيحي في البلاد، ولكن بيدرس
التاريخ المسيحي لمن يريد في كل المدارس. أبونا، نحن نعمل جاهدين على تنشئة أطفالنا على الدين المسيحي. عند إنهائهم الفترة الثانوية نجدهم يبتعدون عن الكنيسة، أين الخلل؟ في عدة نقاط لهذا الموضوع. أولا، الطالب وهو طالب هو حياته منظمة ينظمها له الآخرون، البيت والكنيسة بتنظم له حياته، قوم من النوم، صلي الأحد، روح الكنيسة، روح مدرسة الأحد، روح اجتماع الشباب، بتنظم له حياته. بعد ما يخلص المدرسة الطالب هو لازم ينظم حياته، ففي البداية بيشعر بشوية حرية واستقلالية، ثم البعض منهم يعود إلى الكنيسة مرة أخرى لأن بيعرف أن الحياة المنظمة هي أهم. الخلل أنا بعوده إلى اثنين عنصرين، البيت والكنيسة. البيت لو كان نموذج للطالب فحيكمل الطالب زي ما هو. يعني لو أنا بشوف إن الأب والأم مع الأبناء بيروحوا الكنيسة كل يوم حد، الولد حيكمل يروح في الكنيسة لأن أهله بيروحوا دايما الكنيسة، وهي مش موجودة بس للصغار وللطلاب ولكن موجودة للعائلة كعائلة. إذن وجودهم كعائلة مع بعض متماسكة هو مهم، بيخلي الطالب يكون مرتبط بالكنيسة بشكل مستمر. بالنسبة للكنيسة مهم جدا ان يكون فيها علاقة شخصية مع الطلاب من صغرهم. احنا بنحاول نكون في الكنيسة نعمل زي مدارس احد تربطهم بالكنيسة، بدنا مشاريع صيفية، مشاريع سنوية، مشاريع شبابية بنحاول، ولكن للأسف الشديد مرات كثيرة العدد اللي بيشتغل في الكنيسة لا يكفي، وبالتالي النشاطات مقتصرة حول المقربين. لابد أن نتوسع ونصل إلى الجميع في بيوتهم ونصل إلى الجميع في أماكن عملهم. كمان هذا جزء لابد أن احنا نطوره في الكنيسة. نصف الطلاب في المدارس المسيحية هم من المسلمين، كيف ترى أهمية هذا الجمع؟ نحن في مجتمعنا مش عايشين لحالنا، حتى ولو كنا أقلية ولكن لنا أهمية وأهمية كبيرة، ونحن لنا علاقات جيدة مع الجميع، والمدرسة أيضا لها علاقات مع الجميع، في علاقات مع الإسلام، مع الدروز، مع اليهود، مع الطلاب كلهم لنا علاقات جيدة، ومدارسنا تحتوي على هؤلاء الطلاب، ومجتمعنا بيشمل هؤلاء العائلات. لو ما كنتش عشت معاهم في سلام ومحبة في المدرسة بالذات وبعدين في المجتمع هيكون مجتمعنا مجتمع سيء. فنحن بنحاول ان احنا من خلال هذه العلاقات داخل المدرسة نبني مجتمع سليم يعيش على السلم والحوار والعدل والمحبة والتآخي. أبونا، أنت مربي أجيال، كيف بتشوف الفرق بين جيل اليوم وجيل قبل 20 سنة؟ كل جيل له خصوصياته وكل منطقة لها خصوصياتها. من الأخطاء الشائعة إن احنا نقول زمان أفضل أو زمان أحسن، احنا كان زمان عندنا حرية أكتر أو كان عندنا سلطة على الطالب أكتر. هذه أشياء طبعا ما بتمشيش، وما أقدرش أقارن بين مجتمعات وبين أزمنة. لكل مجتمع خصوصيته، مش بس، ولكل طالب خصوصيته. عشان كده مهم جدا ان انا ما قارنش، اتعامل مع الوضع اللي انا موجود فيه، اذا كان وضع سلم او وضع حرب، وضع ازمات اقتصادية او وضع بحبوحة. في كل وقت له وقته ولازم اقارن بس معه. محاولتنا هي التعامل مع الواقع اللي نعيشه حتى يكون افضل،
أفضل مما هو عليه. هل تؤيد تقصير العطلة الصيفية؟ لا أؤيد بشكل شخصي، لأن العطلة الصيفية هي مش بس راحة للطالب والمعلم وفرصة إن هو يجدد فكره ويجدد قواه، لأن خلال المدرسة هو مقيد بأشياء كتيرة وأنظمة كتيرة، ولكن هي كمان للمدرسة حتى تجدد نفسها وتجدد المبنى وتجدد البرنامج وتحضر نفسها للسنة الجديدة. شهرين ما بيكفوش، بنشتغل حتى في الصيف حتى نعد للعام الدراسي المقبل. ما اقدرش من خلال العام الدراسي من خلال الدراسة احضر هذه الاشياء الا اذا توقفت حتى انظر الى المدرسة واحضرها بشكل افضل. فانا مش مع تقصير الدراسة، بس مع عمل بعض النشاطات خلال الصيف، نشاطات حرة، نشاطات حرة تساعد الطالب وتساعد الاهل. مرات كتيرة الاهل مش عارفين يعملوا ايه مع الطلاب خلال العطلة الصيفية، بتشكل عائق بالنسبة لهم. انا بقول ممكن بعض النشاطات لبعض المختصين نستعمل فيها المدارس حتى نقدر نجمع الطلاب ونساعد الاهل، ولكن مش عام دراسي، نشاطات صيفية. هل تؤيد العقاب الجماعي في المدرسة؟ ألا يدفع الطالب المؤدب ثمن أخطاء غيره، مع العلم أنه في كتير مدارس بيطبقوا هذا العقاب؟ العقاب الجماعي مرفوض بتاتا، ونحن بنتعامل مع الطالب والمفروض أن نتعامل مع الطالب، كل طالب بشكل شخصي فريد بصورة فريدة. في طالب متميز، في طالب أفضل، في طالب علميا أفضل، في طالب عنده نشاطات أكتر أحسن، في طالب سلوكه سيء، في طالب تعليمه سيء، ما بنعرفش بالضبط وين العيب الموجود. عشان كده كل واحد بنقدر نتعامل معاه بشكل شخصي، ما ينفعش أبدا بشكل عام، لأن احنا مش زي بعض، مش كلاشيه بيطبع الأشخاص، ولكن كل واحد عنده صورة فريدة من عائلة أخرى، مختلف في الطباع، مختلف في الأفكار، مختلف في التوجهات، مختلف في الأهداف اللي بيسعى نحوها. عشان كده التعامل هو بشكل فردي مش بشكل جماعي. أبونا، العديد من الطلاب يغادرون البلاد في سبيل تعلم مهنة الطب لأنه المحلات محدودة هون في إسرائيل، وبيدفعوا مبالغ طائلة وغير الابتعاد عن الأهل والمشقات وإلى آخره. المدارس المسيحية عديدة في الأرض المقدسة، ما هو احتمال إنشاء جامعة مسيحية بالذات للراغبين في تعلم مهنة الطب؟ طبعا احنا بنقر بالصعوبة دي وبنحاول نساعد الطلاب اللي هم بيتوجهوا إلى الخارج للطب وبعض الأمور الأخرى مش بس الطب، اللي هو ما بيقدرش يحصل عليها في البلاد، تتطلب منه موافقات ومجهود وكبير جدا حتى يقدر يتعلم في البلاد، فبنساعده ان هو يتعلم ارضا في الخارج. وكتير جدا من الاطباء اللي هم تعلموا في الخارج في اوروبا او امريكا، نحن بدنا نساعدهم، ولكن للكنيسة ليس او لمدارسنا ليست هناك امكانيات مادية ولا أكاديمية. نحن ما نقدرش نقوم بعمل جامعة في الوقت الحالي، اقتصاديا مكلفة جدا، وأيضا ما عندناش الكوادر البشرية التي تستطيع القيام بمثل هذا العمل. عندكم تجربة جامعة بيت لحم، وجامعة بيت لحم في خسارة كبيرة كل سنة. جامعة بيت لحم بتؤدي دورها في كتير من المجالات بإتقان، وبتؤدي دورها بمحبة ومعروفة جدا وشهاداتها مميزة، ولكن بدون مساعدات من الخارج لا تستطيع القيام بنفسها.
كيف نرشد الطالب لاختيار الموضوع الذي يتعلمه في الجامعة؟ هل حسب السوق والطلب، العرض والطلب في السوق، أم حسب رغبة الوالدين، أم ماذا؟ عامة نحن بنحاول في المدارس من خلال صف 10-11 ان احنا نجيب اشخاص يساعدوا الطلاب في التفكير. اول حاجة لازم يعرفوا ايش في موجود في الخارج في السوق وفي الجامعات اللي هو ممكن ان هو يلتجئ له، لان ممكن يكون عينيه مفتوحة على بعض الاشياء وبعض الاشياء الاخرى ما بيعرفهاش. ثانيا للطالب رغبات، بس الرغبات دي محدودة بالإمكانيات الموجودة في المجتمع، فهذه اللجان بتساعده ان هو يعيش مستقبله بالطريقة اللي يختارها واللي هي ممكن تتيح له مستقبل جميل او كويس او مشرق في المجتمع. وهذا اشي كويس ان احنا نساعده انه يختار، ولكن بالاساس هو اختيار ورغبة الطالب. يقول سيد المسيح: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. هل بالتحصيل العلمي وحده يحيى الإنسان؟ التحصيل العلمي هو جزء، ولكن ما هوش كل حاجة. التربية أهم من التحصيل العلمي. التربية على في علاقة الإنسان مع أخوه الإنسان. ما فائدة الإنسان اللي عنده شهادات عالية ولا يستطيع التعامل مع الآخر، لا يشعر بأهمية بناء بلده ووطنه؟ ما أهمية هذا الإنسان إذا كان يعيش فقط لنفسه، وإن التحصيل العلمي عشان يساعده ويساعد الأبحاث العلمية فقط؟ نحن بنعيش في مجتمع متكاتف له أهداف، وهذه الأهداف لابد أن تكون واضحة بالنسبة لكل إنسان. التحصيل العلمي مهم ومهم جدا، وعندنا أشخاص متألقين، ولكن بدون التربية ما بيكفيش. ونحن نقف على أبواب العام الدراسي الجديد، ما هي الرسالة التي توجهها إلى الأهالي والطلاب؟ أنا بتمنى أن يكون هناك تعاون أفضل، وأيضا معرفة وثيقة للأهداف، وتمرس للقيم والفضائل في حياة الإنسان. بتمنى للجميع عاما مشرقا بالعلم، مضيئا بالأخلاق الحميدة، مرصعا بأهداف الإنسان التي منها يظهر مجتمعه ويظهر نفسه ويظهر عائلته. أن يكون هناك ترابط بين العائلات المختلفة من خلال أيضا المدرسة، لأن مجتمعنا ينقص هذا الترابط والتعاون. القيم والفضائل هي مهمة جدا. أتمنى أن يكون العام الجديد أفضل من سابقه. الأمين العام للمدارس المسيحية في إسرائيل الأب عبد المسيح فهيم، شكرا جزيلا لك. العفو، شكرا لكم، وأتمنى للجميع كل عام وأنتم بخير. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.